في إطار سعي الدولة لتحقيق طفرة في قطاع النقل، شهد عام 2018 تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مجالات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والموانئ، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ مشروعات خدمية جديدة تدخل مصر للمرة الأولى. ففي مجال الطرق والكباري نفذت وزارة النقل عدة مشروعات، منها إنشاء 290 كيلومتر من الطرق بالمشروع القومي للطرق، وتطوير 400 كيلومتر من الشبكة الحالية، بالإضافة إلى تنفيذ 6 محاور علوية على النيل بكلفة قدرها 3,750,000,000 جنيه، وإنشاء 20 كوبري علوي بكلفة 3,300,000,000 جنيه مثل كباري طريق السويس وبرج العرب. أما على صعيد مترو الأنفاق فقد شهد هذا المرفق تطويرا كبيرا في خدماته في إطار العمل على تقديم خدمة أكثر جودة للمواطنين. وفي هذا السياق أنجزت وزارة النقل 90% من أعمال مشروع تطوير محطة المرج الجديدة وتحويلها من محطة سطحية إلى محطة علوية، فضلا عن توقيع اتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قيمته 205 ملايين يورو بهدف إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية. وبالحديث عن هيئة السكك الحديدية، فقد كان العام الذي يشرف على نهايته شاهدا على طفرة غير مسبوقة في تطويرها، حيث تعاقدت الهيئة على توريد 1300 عربة نقل ركاب مختلفة مع التحالف المجري الروسي بمبلغ 1.16 مليار يورو، كما تم التعاقد على توريد 40 عربة قوى كهربائية مع مصنع سيماف ب 800 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كيلومترا وكلفة قدرت ب 12.6 مليار جنيه. وعلى صعيد النقل البحري، نجحت وزارة النقل في إنجاز عدد من المشروعات الضخمة بالموانئ البحرية في البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط، من بينها إنشاء المنظومة الإلكترونية بجميع موانئ البحر الأحمر وإنشاء المنظومة المالية والإدارية بكلفة قدرها 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء دمياط على 3 مراحل بكلفة قدرها 71.4 مليون جنيه، بهدف منع التكدس داخل أو في محيط الميناء والتيسير على المتعاملين والركاب بالميناء. مشروعات كتير قوي، يعني في منها الجزء اللي انتهى مع انتهاء العام، وفي مشروعات تم البدء فيها ولكن لسه ما خلصتش كونها مشروعات كبيرة بتاخد فترة طويلة، ما بين تطوير هيئة السكك الحديدية، شراء عربات جديدة، تطوير المزلقانات، التوسع في مترو الأنفاق، كباري، طرق، محاور. كل ده هنتكلم فيه تفصيليا مع ضيوفنا الكرام النهارده في من القاهره، الاستاذ هاني عماره مدير تحرير جريده الاهرام والمتخصص في قطاع النقل او تغطيه ومتابعه قطاع النقل. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. برحب ايضا بالدكتور عماد الدين نبيل، استشاري هندسه الطرق والنقل الدولي. مساء الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. وهبتدي مع حضرتك يا دكتور عماد، ايه اللي كان بينقص مصر في قطاع النقل؟ باختصار شديد جدا، لما تحطي رؤيه مصر 2030 وتفكري ولو حطيناها كانها خريطه قدامنا وحضرتك نحطي عليها شبكه المواصلات والنقل والطرق وغيره، هتكتشف حضرتك ببساطه شديده جدا ان شبكه الطرق في مصر وشبكه النقل بصفه عامه فيها مشاكل وعيوب، منها عدم الوصوليه لاماكن كتيره، منها ايضا الاختناقات والتجلطات المروريه اللي كانت موجوده بصفه مستمره، كان عندنا نقص في الموارد، نقص في السكة الحديد، نقص في خطوط النقل، عندنا مشكلة في النقل، في النقل الجماعي. الحاجات دي كلها كانت موجودة عندنا قبل 2013. من 2013 ل 2018 في خلال 5 سنين تم إنشاء 6000 كيلومتر و2000 كيلومتر تحت الإنشاء، يعني 8000 كيلومتر
كان عندنا 24 ألف كيلو، يعني حوالي تلت الشبكة اللي كانت موجودة أضيفت في هذه الفترة بالنسبة للطرق. عندنا 200 كوبري، عندنا إعادة تأهيل 1724 كوبري في الطيران، ثلاث مطارات جديدة زي مطار العاصمة الإدارية وسفنكس ومطار البردويل. في السكة الحديد أضيف 1000 كيلو تطوير وإعادة إنشاء وتأهيل، بنتكلم على عربات هيتكلم عليها حتى الأستاذ هاني بتفصيل أكتر، والمحطات بنتكلم على النقل البحري برضو اللي كان فيه مشاكل، إحنا ما كانش عندنا لا في النقل البحري ولا النهري، الأرصفة بتاعت المواني كانت تتحمل المركبات اللي كانت بتيجي فيها من حيث العمق الملاحي، فحصل تطوير لهذه المواني زي اسكندرية وزي دمياط، وحصل قناة السويس الجديدة الإزدواج بتاعها من مواني جديدة زي قسطل وأرقين، بنتكلم على فتح منافذ برية زي سهين في أسوان، بنتكلم على تعميق المجرى الملاحي في نهر النيل، يعني كمية مشاريع كده في المجمل في خلال الخمس سنوات دول أعادت تأهيل وجه مصر الحضاري ونقلتها من موقع لموقع لموقع تاني. طيب أستاذ هاني أنا عايزة يعني أتوقف أو أشرح أكتر إيه اللي حصل في شبكة مترو الأنفاق، كونوا شريان حياة بالنسبة للشعب المصري كله للانتقال من مكان لمكان، إيه الطفرة اللي شهدها مترو الأنفاق خلال هذا العام؟ هو قبل ما ندخل في تفاصيل المترو وفي الخدمات وفي شبكة الطرق وغيره، أنا عاوز بس برضو أؤكد على اللي قاله الدكتور عماد، أن النقل دايماً أنا بقول هو الصورة الذهنية للدولة، هو الوجه الحضاري للمجتمع، أي زائر لمصر يعني هياخد انطباعه من شبكة الطرق، من انتظام حركة المرور، من رقي مستوى المواصلات عندنا، فده جزء من الصورة الذهنية للوجه الحضاري للدولة بشكل عام. احنا كان عندنا فيه مشكلة؟ كان عندنا فيه مشكلة، يعني أنا واحد يعني بغطي أو متخصص في هذا القطاع منذ سنوات طويلة، وكنت بسافر برا وأشوف شكل المواصلات وشكل الطرق ومستواها وخدماتها، كنت دايما بحلم وبتمنى ان هذا المستوى يكون في مصر، يعني الحمد لله ان يعني هذا الحلم تحقق، اصبح عندنا شبكة طرق لا تقل في الجودة عن الـ 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 الطرق في العالم وفي احدث يعني ايه في افضل الدول، ليس فقط من حيث يعني برضو احنا مش عاوزين نهتم برضو او نركز على الكيف في مد هذه الخطوط ومد هذه الكيلومترات والاف الكيلومترات، ولكن الاخطر منها هو المواصفات العالميه لهذه الطرق في جوده الطريق نفسه، جوده الطريق ومواصفات الطريق، جوده الاسفلت اللي هو يقدر كنا نمشي في الطريق مع الحراره كان يحصل نوع من كان بيسيح الاسفلت، انما الان تغيرت المواصفات، بقى في كود عالمي لهذه المواصفات، وايضا التصميمات دلوقتي ما فيش دوران للخلف في الطريق، بقى بدل حارتين بقى في خمس حارات في فصل، اول مره يحصل ان يتم فصل حركه الركاب او المسافرين عن حركه النقل، كل دي هذه يعني طفره كبيره جدا في بالنسبه للطرق. لو احنا عدنا الى الانفاق مثلا على سبيل خلينا نتكلم بشكل واقعي جدا، يعني كان الاول لما انشئ الخط الاولاني اللي هو المرج حلوان كان بيتعمل مرحله، وبعدين لما يتوفر تمويل كان يحصل فاصل زمني احيانا سنه وسنتين، ولما يجي تمويل يمد مرحله وهكذا. خلينا بس يعني الساده المشاهدين يكونوا او يتفاعلوا معنا ان مثلا في الخط الثالث دلوقتي فيه ثلاث مراحل بيعملوا على في وقت واحد في مستوى واحد. المرحله الثالثه والتي تمتد من العتبه والى امبابه، يمكن واحنا قاعدين دلوقتي ربما يكون الحفار بيمر قريبا من مبنى مسبيرو في طريقه الى اسفل النيل الى الزمالك، ثم الزمالك الى امبابه، والمحطات العمل يجري هنا محطة جنب مسبيرو، العمل يعني يعمل على مدار الساعة في محطة أمام دار القضاء العالي على مدار الساعة يعمل. إذن هذه مرحلة، المرحلة في المرحلة الرابعة تنقسم إلى جزئين، جزء يعني كلنا يعني على وشك يعني إعطاء إشارة البدء فيه، وهو بيمتد من محطة هارون في مصر الجديدة إلى
نادي الشمس، ودي بتمر بمجموعه برضو من حوالي 4 محطات نفقيه، ودي يعني خلاص يعني مجرد الاشاره تقريبا. التجارب التشغيليه انتهت، كله منتظم، بس فقط الاشاره الرئاسيه لافتتاح هذه المرحله بتعقبها مرحله بعد 12 شهر من نادي الشمس حتى مدينه السلام. دي المرحله هتمر بقى بمجموعه برضو من المناطق السكنيه المهمه زي مدينه قباء، زي عمر بن الخطاب، تصل الى مدينه السلام. ومدينه السلام دي يعني في قصه لوحدها. طيب هنتكلم على مدينه السلام وعلى اهميه الخطوط او زياده عدد خطوط المترو، لاننا قعدنا فعلا سنين بخط واحد بينما الدول كلها شغالة على كذا خط مربوطة المحافظة أو المدينة بعضها ببعض عن طريق مترو الأنفاق. لكن خلونا نطلع لفاصل قصير وموجز لأهم وآخر الأنباء مع أشرف عبد العاطي، ونرجع بقى نتكلم براحتنا. معاكم مكملين كلامنا مع ضيوفنا الكرام حوالين الطرق وحوالين قطاع النقل وما شهده خلال العام 2018. دكتور عماد، شق طرق ممكن يكون أمر يعني ممكن تحقيقه، ولكن مطابقة معايير هذه الطرق ومواصفات هذه الطرق بالمعايير والأكواد العالمية أعتقد هو ده اللي كنا كمان بنفتقده، عدد الطرق وحجم الشبكة وكمان المواصفات العالمية. إزاي قدرت مصر والحكومة المصرية في تحقيق هذا الأمر، وما مطابقة هذه الطرق اللي اتكلمنا عنها ولسه هنتكلم عنها تفصيليا مع الأكواد العالمية؟ بس حضرتك، هو اتحط الأول المعايير التصميمية والهندسية للطرق بأعلى المواصفات طبقا للمواصفات الدولية للأشتو الأمريكي، وتحط كمان الكود المصري، وتم تحديث الكود المصري او المواصفات المصريه اللي بيشتغل بناء عليها الطرق بحيث انها تتناسب وتتزامن مع هذه المواصفات. تم استحداث تكنولوجيا دوليه لم تكن موجوده في مصر، زي مثلا استخدام المنسوجات الارضيه، الادائن الصناعيه الجيوسنتاتكس، استخدام وسائل جديده لحمايه ووضع الحوائط بتاعه الكباري، استخدام وسائل اللي قبل حوائط الكباري دي نوع ايه اهميتها او عباره عن ايه؟ شبك تسليح بيبقى معمول من الياف صناعيه رخيصه الثمن، بتؤدي الى اطاله العمر الافتراضي للطريق، يعني بدل ما يحصل تموجات في الطريق بعد فتره بسبب الهبوط الطبيعي، لا بيبقى الطريق الهبوط فيه منتظم، ويعني حاجات فنيه خاصة جدا. تم تطوير ايضا وضع العلامات والاشارات الارشاديه والمروريه بطريقه واضحه جدا في الطرق، وايضا كذلك تصميم الخلطات الاسفلتيه وغيرها. زي ما حضرتك مصر جزء من الاتفاقيه الدوليه الاسكوا والكوميسا وغيرها، كانوا بينصوا على ان الحمل المحوري يبقى 15 طن على الاقل. احنا الطرق بتاعتنا كلها قبل بدايه الشبكه القوميه للطرق كانت ما بين 10 طن و 12 طن، فتم تطوير ورفع الكفاءه بتاعت الطرق بتاعتنا سواء كانت قديمه او الطرق المستحدثه بحيث انها تتحمل هذه الاحمال المحوريه اللي بتمر او العابره اللي موجوده. عندنا مشكلة أيضا النقل والأحمال الزائدة، النقل الثقيل يعني. فتم عمل موازين على كل الطرق بحيث نضمن أو نعمل كنترول على الأحمال الزائدة. كمان أنشئ أول طريق خرساني في جمهورية مصر العربية وفي أفريقيا بطول حوالي 80 كيلو، اللي هو طريق القاهرة السويس، كتجربة رائدة بحيث نشوف إذا كان التجربة دي هتنجح أم لا، وهنستفيد من الأخطاء والعيوب اللي تظهر فيها بحيث أنه تعمم هذه التجربة فيما بعد، لأن الخرسانة بتعيش 25 سنة فالديورابيليتي أو العمر الافتراضي ليها بيبقى بلا تأثر بيبقى مختلف تماما عن الأسفلت اللي هو لازم كل شوية كل 7-8 سنوات يحصل فيه تجديد وتطوير. وبالضبط تكنولوجيا الخرسانة لم تكن موجودة في مصر، تكنولوجيا رهيبة جدا أدخلت في الكباري. إحنا المعدات في شبكات الطرق، أنا آسف أنا أقول طبعا أيام الثورة وغيره، أيام التوقف الأزمة بتاعت كانت المعدات فيها صدأ في الشركات المقاولات المصرية. مع المشروع القومي للطرق كان بتستحدث أحدث معدات بتاعت العام، يعني لما بيخش شركة تقدم على مشاريع في 2018 بتكون عندها معدات 2017-2018،
وبالتالي احنا عملنا طفره متطوره جدا في شبكات وفي ايضا تكنولوجيا انشاء الطرق على مستوى مصر. نوع الخلاطات، نوع الاسفلت، نوع الاسمنت، الكواليتي كنترول او ضبط الجوده. في حاجه اسمها كواليتي اشورنس او العين الثالثه، ان احنا بقينا ندخل معنا كل المراكز البحثيه، جامعه القاهره، جامعه عين شمس، المركز القومي للبحوث، مركز بحوث البنى، يعني كافه انواع المراكز البحثيه المختلفه عشان تشتغل معنا. انا كان لي الشرف ان انا اشرفت على حوالي يعني مرحلتين وحبه كده في المشروع القومي للطرق. وعايز اقول انه يعني كان بيحصل تكامل في ما بين الاستشاريين ومفهوم استشاري الشركه، الاستشاري العام، التكامل بين استشاري العام واستشاري الشركه. لكن بخصوص انهي طرق على وجه الخصوص؟ في كافه الطرق اللي بدات في مرحله قوميه. حضرتك هتلاقي في اختلاف في المنتج، في شكله وفي نوعه وفي طريقته، في وسائل الامان المروريه الموجوده فيه، في الدراسات اللي اتعملت سواء كانت للسيول او كانت للامطار او كانت للبنيه التحتيه او كانت للتربه الاساسيه او كانت لنوع الخلطات. يعني حضرتك كل مكونات المشروع القومي للطرق تم مراعاه اعلى معايير الدوليه فيها، يعني احسن وافضل بل من الدول المتقدمه اللي موجوده دلوقتي وتطاهي كل الدول اللي حوالينا. الاضاءه امتى تتحط وامتى ما تتحطش، الاضاءه بالطاقه الشمسيه واللي هي ايضا بتبقى ذاتيه ولا تكلف الدوله من المحطات الطاقه اللي موجوده دلوقتي، اعباء كهرباء. التقاطعات الحره، وكلمه حره يعني معناها خاليه من التقاطعات المباشره السطحيه. يعني النموذج بتاع الطريق الزراعي القديم اللي كان فيه مداخل القرى والمدن والنجوع كان بيحصل حوادث ومشاكل كتيرة. المفاجاه بقى النتاج ده، حضرتك التقرير الدولي طلع بتاع ال WHO اللي هي منظمه الصحه العالميه، رفع تصنيف كمان تصنيف مصر، رفعها كمان تاني. انت عارف حضرتك اخر عرض كان للسيد الوزير قال ان مصر 75، النهارده مصر 47 من 114 من 114، فارتفعت مصر بمرتبه عاليه جدا في مجال الطرق. بالاضافه الى درجه الامان، كل دول العالم زادت فيها نسبه القتلى في الحوادث. يعني اخر تقرير لمنظمه الصحه العالميه بيقول ان عدد القتلى في الحوادث على مستوى العالم 1.35 من 100 مليون قتيل، انه بتستهلك 3% من الناتج القومي المحلي لكل دول العالم. تصوري حضرتك ان الدول اللي نقص فيها الحوادث في العالم معدودين، يعني في العالم العربي كله دبي ومصر. فمصر نقصت فيها المعدلات الحوادث 25%، القتلى 19%، المصابين 15%. ده جزء منه عائد لشبكه الطرق القوميه الجديده، الطرق فصل النقل عن الملاكي زي ما هاني بيه قال. النقل عن الملاكي، النقل كان بيتشارك ب 40% من الحادثه. بنتكلم على ارتفاع او ارتقاء بمستوى الامان المروري، بنتكلم على ايضا تشديد المعايير على السيارات المستورده، بنتكلم على تشديد المعايير على قطع الغيار المغشوشه اللي كانت بتخش البلد زمان. الحاجات دي كلها ايام الفوضى، الكلام ده كله ادى الى ارتقاء بمستوى الامان سواء في المركبه او في شبكه الطرق. الخبر النهارده اللي لسه متقال دلوقتي في نشره الاخبار مهم جدا، الاي تي اس، نظم النقل الذكي، الانتليجنت ترافيك سيستم، ده بقى طفرة ثالثة خالص. دي يعني هتنقص الحوادث بنسبة يعني أضعاف ما هو موجود الآن. لأنه الاي تي اس ده هو نظم مراقبة إلكتروني ونظم تحكم إلكتروني، مراقبة وتحكم. فالاتنين مع بعض الحقيقة. فهو ما عارف حضرتك لما بيكون الرادار والناس ترعش لبعضها وتنور وخد بالك عشان في رادار، الكلام ده مش هيبقى عارف فين الرادار بعد كده. فاحنا يعني الناس كلها لازم هتلتزم. طيب استاذ هاني، تطوير قطاع النقل او وزاره النقل بشكل عام هي يعني وزاره غير ربحيه والتكاليف كبيره جدا وبتسبب اعباء على كاهل موازنه الدوله بشكل عام. قد ايه ده كان فعلا تحدي، يعني لما نعمل بنتكلم على طرق ومحاور ربطت مصر ببعضها بطول محافظات الجمهوريه، لانه في طرق كمان احنا حتى دلوقتي كلامنا على النطاق اللي هو القاهره اليوبيه بنها، انما في شغل حصل كبير جدا في محافظات الجنوبيه او محافظات الصعيد على وجه الخصوص. ايه كان التحدي وحضرتك متابع ومتخصص في قطاع النقل؟ هو قد يبدو للعامة أن مشروعات النقل غير ربحية، لكن هو الحقيقة الربح الحقيقي لقطاعات النقل أو مشروعات النقل أو خدمات النقل إنها الاقتصاد بشكل عام كله أو التجارة بشكل عام تقوم على أكتاف قطاع النقل بشكل عام. يعني الجسر الحقيقي والجسر الصلب للتجارة والاقتصاد هو النقل. يعني حتى فيه يعني مثل بنتنظر به نحتاج النقل حتى في الموت. إذن النقل هو جسر الاقتصاد،
هو العصب الرئيسي للاقتصاد. يعني الطريق ممكن انا لان انا ما بعملش طريق كل يوم، انا بعمل طريق مره واحده تعمل بمواصفات، بالتالي الطريق يعني انا كنت دايما اقول انا لو امتلك ميزانيه مصر ديت انفقها كلها في شبكه الطرق. ليه؟ لان الطريق مجرد يتم شق الطريق تقام المشروعات وتقام الزراعه وتقام الصناعه وتقام السياحه شريان تنميه متكامل. هي دي اهميه الطرق. مش اهميه الطرق ان الناس يعني تروح بسرعه او توصل الناس بسرعه بس بالظبط، او ان انا بحد من الحوادث، او ان انا بحسن لجانب ان هو بيحسن المزاج العام. حتى يعني الواحد لما بيبقى ماشي على طريق مستريح ما بيبقاش متوتر او يعني بيحسن جوده الحياه. لكن الجزء الاخطر والجزء المهم لمشروعات الطرق هو الاقتصاد، هو التجاره. يعني انا لو عندي مراكز انتاج او مدن صناعيه وعندي منتج، طب انا ازاي هوصل به للمواني او لمنافذ التصدير او منافذ الاستهلاك؟ لابد ان تكون عندي شبكه جيده من وسائل النقل، مش بس الطرق. يعني كل ما بتكون هناك شبكه الطرق افضل واسهل وايسر، ده بيقلل في تكلفه المنتج. يعني الخبراء بيقدروا تكلفه النقل انها بتمثل من 30 ل 40% من تكلفه المنتج. كل ما بتكون هذه الشبكه افضل، وسائل النقل اسرع، بتقلل من تكلفه المنتج، وبالتالي بيسهل انتقال هذا المنتج او هذه الخدمه للمستهلك بسعر اقل. برضو حضرتك بتسالينا عن النقل، احنا برضو مش عاوزين نختصر النقل في شبكه الطرق رغم الطفره الهائله التي حدثت في هذه الشبكه، لكن هناك ايضا الجزء الاخطر من الطرق وهو السكه الحديد. السكه الحديد الحقيقه يعني مرت بفتره عصيبه جدا وما زالت تعاني، انها يعني اهملت يمكن مش اقول 10 سنين، اهملت لاكثر من نصف قرن. السكه الحديد لم يحصل فيها التجديد المنشود او التجديد اللي هو بيواكب التطورات العالميه. كان دايما يعني ما يحدث من تطوير او تحديث في السكه الحديد هو يعني عمليه جزئيه او عمليه غير مؤثره. انما ما يحدث الان هو منظومه كامله، منظومه بتتحرك على تجديد وتطوير حركه القضبان، قصدي تجديد القضبان، تحديث اسطول الجر اللي هو متمثل في الجرارات، تحديث العربات. اول مره في تاريخ السكه الحديد تتعاقد على صفقه تصل لحوالي 1300 عربه، يعني ايه صفقه واحده 200 جرار. اضف الى ان الناس برضو او الراكب او المهتم او المشاهد لا يرى من السكه الحديد غير القطار، انما هذا القطار الذي يتحرك لابد ان تكون تحت يعني قضبانه وتحت عجلاته منظومه معقده جدا من تامين حركه السفر وتامين حركه القطارات، بحيث ال- 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 القطارات دي تكون في حاله سير امنه، ما تكونش فيه حوادث، وهو ما يحدث الان. تحديث يعني مصر دلوقتي في تقريبا بدء المرحله الاولى في 1200 كيلو على مستوى الشبكه من القاهره الاسكندريه ومن القاهره الى اسوان ومن القاهره الى مدن القناه. كل هذه الشبكه التقليديه بيتم تزويدها باحدث نظم الاشارات اللي هي بقى يعني اللي هي بتحقق حاجتين. زياده عدد القطارات لان ده يعني بيدي امكانيه اكتر لان انا بدل ما امشي او اسير قطار كل ساعه ممكن كل نص ساعه، بالاضافه الى تحقيق اعلى معدلات السلامه والامن لحركه القطارات. الحاجه الثانيه ان احنا بقى الجديد في هذا الامر، وان دايما إن زي ما قلت في بدايه هذه الفقره، ان النقل هو بشكل الصوره الذهنيه للمجتمع، للدوله. مصر بتنتقل الى مستوى الحداثه في قطاع السكه الحديد. هل مستوى الحداثه متوقف او مرتبط ب ما يحدث من تطوير في الشبكة القديمة أو الشبكة التقليدية؟ لا، أنا بقول لا. الجزء اللي بيمثل بقى الصورة الذهنية المصري الجديدة أو مصر الحديثة هو القطارات السريعة، القطارات التي تعمل بالكهرباء، قطار يسير على سرعة 160 كيلو أو 250 كيلو في الساعة. وهذا هو يعني هذا هو الملف الذي يجب أن نتوقف أمامه كثيرا.
يعني بعد أيام قليلة ربما تعلن أو يعلن في وزارة النقل وزارة الإسكان عن المشروع الذي يربط لأول مرة السخنة والعلمين هو ده من البحر، يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. جميل. يعني الخطوط التقليدية في مصر إنها بتبدأ من الشمال للجنوب، من اسكندرية للقاهرة للصعيد. التخطيط الجديد هو، لأن زي ما قلنا النقل هو التنمية، هو الاقتصاد، هو اللي بيجر وراه حركة العمران. خط يربط سريع، يربط من ساحل البحر الأحمر في منطقة السخنة إلى ساحل البحر المتوسط على في منطقة العالمين، ثم يمتد لإسكندرية، وخط آخر من مدينة 6 أكتوبر إلى الجنوب إلى أسوان. هذه هي بقى الصورة، الملمح الجديد، بقى الملمح الجديد، الصورة المختلفة بالزبط. فعلا أضف إلى ذلك فيه الآن برضو قطار اللي هو القطار السريع الذي يربط ما بين مدينة السلام، وهنا هي مدينة السلام كنت عاوز في الفقرة دي فيها اللي هي محطة المستشار عدلي منصور. هذه هتكون محطة محورية هيوصل لها الخط الثالث اللي هو خط الثالث للمترو، وهيتحرك منها أيضا الخط اللي هو بيربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية، مرورا بالعاشر، مرورا بمدينة الشروق، مرورا بالعبور، مرورا بالروبيكي، شريان جديد لشرق القاهرة وسكان شرق القاهرة، يربطها بكل التجمعات العمرانية التي تمتد على يعني هذا المسار حتى العاصمة الإدارية الجديدة. أنا بشكركم شكرا جزيلا أستاذ هاني عمارة ودكتور عماد الدين نبيل، شرفتوني جدا جدا في هذه الفقرة، اللي طبعا برضو عشان دي الوقت ما قدرناش نتكلم على كل المحاور والكباري والطرق، لكن قدرنا بشكل أو بآخر إن احنا يعني نعمل ننور كده شوية اللي حصل خلال هذا العام أو أبرز ما حدث. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نكمل هذه الحلقة.